السلام عليكم فاميليا ديالي، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلشي بخير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطاجين ديال الكفته، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. ودابا نبداو بالمقادير. عندي هنايا الكفته، 4 ديال الماتيشه محكوكين، 2 بصله قطعتهم صغيورين، واحد بصله باش نخمر الكفته، شويه ديال القزبر، وعندي البيض ولاطريه باش نخمر الكفته، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، ملوين، الابزار، الخرقوم، وشويه ديال السكينجبير. وهنايا عندي شويه ديال الملحه، نص ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال الملوين، وملعقه صغيره ديال السكينجبير. وغادي نحتاج هاد الماطيشه وشويه ديال زيت الزيتون. بسم الله، دابا نبداو ندير شويه ديال زيت الزيتون في الطاجين، ونزيد عليه البصله ونخليوها يتحار شويه. هلا من تحر البصله ديالنا، دابا نخمر الكفته، نديرو البصله وشويه ديال القزبر، شويه نخليو حتى من بعد، وشويه نديرو الكفته ونزيد عليه العطريه وشويه ديال زيت الزيتون، ونخلطو مزيان كلشي المقادير باش يدخلوا في الكفته. صافي يا فاميليا، البصله ديالنا صافي تحرات، دابا نزيد عليه مطيشه، والمطيشه ديال الحوك انا درت ملعقه وشويه، ونزيد عليه العطريه ونخلطو مزيان، نخليه يطيب. هنا فاميليا بديت كندير كويرات، انا كنديرهم كويرات كبار، كتعجبني بحال هكا، وكل واحد الذوق ديالو. دابا نكمل كلشي الكفته اللي عندي هنايا ونرجع معكم ان شاء الله. هنا صافي ساليت، دابا غادي نستفهم كلشي في الطاجين. صافي، دابا ندير شويه ديال القزبر من الفوق، وندير غير شي حاجه ديال العافيه باش يطيب على خاطر. هاد الطاجين ديالنا صافي طاب، دابا غادي نزيد عليه البيض، انا غادي ندير غير 3 ديال البيض، نتوما على حساب الذوق ديالكم ولا تعجبكم ولا لا. صافي، ودابا نخليه يطيب. هاد الطاجين ديالنا من بعد ما يوجد كيجي زوين ولذيذ. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه ان شاء الله، وهاد الفيديو بالصحه والراحه، حتى شي فيديو لاخر ان شاء الله. سلامة فاميليا ديالي.